six. 6 hours. الناس اللي بتضحك الرفقاء الظرفاء. دكتور. حضراتكم within 6 days, hours, minutes, seconds. والإجابة seconds. كان الناس بتيجي تتفرج على الناس الصحراء دول اللي بيقدروا يشتغلوا بسرعة جدا ويقال من سرعته فيستاهل امبيوتيشن ان هو قطع السكروتم بتاع العيان. طبعا ما تعرفوش السكروتم. السكروتم هو كيس الصفر اللي فيه التستس. بليز ما حدش يتكلم معايا ما مش عارف وقت ساكت. وقطع 3 صوابع من المساعد بتوعه اللي هو مسك له العيان. وبالرغم من كده العملية نجحت سيمبلي لانه بيشتغلوا بسرعة جدا. وكان بيعرف يعمل لامبكتومي. تعرف يعني لامبكتومي؟ كلمة لامب يعني ماس. اكتومي ده سافكس. تعرف يعني كلمة سافكس؟ سافكس هو مقطع يأتي في آخر الكلمة فيغير معناها. فلو قلت اكتومي على أورجان يعني استئصال. لامبكتومي استئصال ورم من الثدي مثلا. within 3 seconds لحد ما أحب الإنسان إلى قلبه جالها تيومر يعني ورم الثدي. وكان عارف ان الاورام حميدة وخبيثة. حميدة بيناين اي محمودة العواقب لو شالها ما ترجعش وما تموتش. وخبيثة اي خبيثة العواقب مالجنة يعني تموت وترجع. فهو عشان مراته افترض ان ده ايه؟ حميد. انسان فشلها لها within 2 seconds. وكان اول واحد يعمل بلاستيك سيرجري. يعني بلاستيك تجميلي بحيث ان الجرح ما يسيبش اثر. ولكن للاسف بعد ما مراته شلها تيومر بشهر رجع تاني فشلهولها تاني. وبعد ما شلهولها تاني بشهر رجع تالت فشلهولها تالت ورجع لها 10 مرات وانشلها لحد ما التيومر بعد ثانويات ميتاستاسيس لان كان خبيث ممات. فمن بعديها بطل الجراحه تماما وبعت لتلاميذه. استاذ ابراهيم ممكن ندخل بالباب الثاني يا حبيبي؟ وراح بعت لكل تلاميذه على مستوى العالم قال لهم لو جات لكم واحده ست وعندها تيومر في البريست شيلوه. وبعد ما تشيلوه ابعتولي العينه ابعتولي التيومر وقولولي رجع ولا مرجعش. كان عاوز يعمل كده ايه؟ كان عاوز يعرف هل ممكن اعرف ان الورم ده حبيب وخبيث من شكله من لونه من طعمه. لان المجنون ده كان التيومر. هذا اللابوبير استحق يبقى الجاد فادر او الاب الروحي لعلم الباثولوجي. والكلام ده حصل سنة 1890. فالباثولوجي هو من أحدث العلوم اللي في الطب. مع العلم إن لابوبير عمره في حياته ما بص على مايكروسكوب. كان بيفرق من الكبير من الصغير. وما يقولوا له رجع والعينة ماتت معناها إن التيومر كان مالجنة. خلاص بقى مش هنقول خبيث. إن هو ما رجعش كان بيناين. فاستحق إن هو يبقى أبو الباثولوجي. الباثولوجي من احدث العلوم في الطب. والباثولوجي يتعمل لتفسير الامراض. الباثولوجي مين؟ مين ادق؟ الكروس ولا المايكروسكوب؟ والاجابه الكروس. لان حضرتك اما هيجي لك عيان ان شاء الله بعد عمر طويل واما تنجح في اولاه هيجي لك عيان هتروح ماسك فاتح العيان وعامل كات سيكشن وتقعد تبص وتقعد تدوق والكلام ده ولا هتشخصه كلينيكال؟ موستلي كلينيكال. فالكلينيكال ادق، الجروس ادق، المايكروسكوب فور كونفيرميشن للتاكيد اند سب كاتيجرايزيشن. كلام كده مكعص نقوله بعدين. بس اهم حاجه تشيل من دماغنا الوسخات. مين ادق، الجروس ام المايكروسكوب؟ الجروس. جروس يعني بعينيا. الباثولوجي
هو scientific study of the disease، الدراسة العلمية للمرض. لأن هل حضراتكم المدرسة الوحيدة في الطب؟ في مدارس أخرى في الطب، في الماجن السحر ودي مدرسة غير معترف بيها لمزاولة الطب، في الهيربال ميديسن الطب بالأعشاب ودي غير معترف بيها لمزاولة مهنة الطب، في مدرسة تانية اسمها الهوميوباسي. تعرفوا الهوميوباسي؟ الهوميوباسي بتفسر الديزيز ان هو الديسيز، الانسان خد الامور بصعوبة. ربنا خلق الانسان بلبوس، تعرفوا ليه بلبوس؟ نيت، مش لابس حاجة. فكل امراض الجلد بتيجي لانه لبس هدوم، فبتنصح الناس ان ما يلبسوش هدوم ويمشوا في الشارع كده. الانسان ربنا خلق يأكل الاكل الذي لم تمسسه النار، فتاكل الحبوب التي لم تمسسها النار، وتشرب المياه من الجداول الصافية. فالإنسان بدأ يصاب بالإنترنال ميديسن عشان ما عملش كده. ده هل ده يعترف بيه في الطب؟ لا يعترف بيه، كل دول دجالين ومش عاوزين. من الحاجات التانية فارم ميديكال مش طب خالص، الكابين، تعرف الكابين؟ الحجاب، هل دي حاجة درستوها ولا هتدرسوها؟ اتسترا اتسترا. الحاجة الوحيدة اللي معترف بيها في الطب انتو الساينتيفيك ستادي اوف ذا ديزيز، لان قبل ما هتشخصوا هتكونوا درستوا البطارة وفهمتوا ليه المرض ده يعمل كده، وبالتالي ايه الادوية اللي ممكن ناخدها عشان نستوب ذيس بروسس. الباثولوجي هو الساينتيفيك ستادي اوف ذا ديزيز، هذا الساينتيفيك ستادي هيفسر لنا الفانكشن الوظيفة. اما تيجي تعرفوا بعد كده لما يحصل اماليدوزس في الكلى، ولا عارفين اماليدوزس ولا اشعة الكلى، تشمع الكلى شبيه النشوي في الكلى، ليه الكلى بتهرب بروتين؟ This is function structure. ليه اما يطلع تيومر يعمل ألسر قرحة، والقرحة دي بتبقى raised inverted edge structure from the molecular level، من أول التغيرات على مستوى المولكيول اللي كتبوها في الباي كيمستري up to the level of the anatomical and the individual. فتفهم ليه المرض ده بيخلي الإنسان سخن، ليه المرض ده بيخلي وشه محمر flushing and etc etc. الباثولوجي هو scientific study of the disease. It includes the structural and functional abnormalities from the molecular level up to the effects of the individual. لأن حضراتكم in stage هيتم دراسة الباثولوجي in two states. أول stage اسمها general pathology. اسمها ايه؟ يعني ايه general pathology؟ الجنرال باثولوجي الجنرال باثولوجي هو the study of main types of disease process. مش فاهم، هتلاقوا ان الشابتر عندكم او الكتاب الجنرال الموديول الاولاني بتقسم chapters، فبناخد الامراض بشكل disease process. مش فاهم ايه الامراض الالتهابية inflammatory، ايه الامراض النيوبلاستيك tumor، الامراض اللي هي هيمودايناميك ديس اوردر لخبطه في الفلو، الامراض اللي هي انفكشن اند اتسترا اتسترا. ما بناخدش المرض في الاورجان ده، بناخد المرض ان جنرال، الامراض الالتهابيه، الامراض السرطانيه تيومر، ودي الشابترز اللي هناخدها وده اللي هنخلصه في المديول الاولاني. لان بعد كده في حاجه اسمها سيستماتيك باثولوجي. السيستماتيك باثولوجي هو الستدي اوف سبيسيفيك اورجان اور سيستم ديزيزز. مش فاهم، في الموديول الثاني عندكم في السنه الاولى هناخد ايه الامراض الالتهابيه اللي بتيجي فور اكزامبل في البون، وايه التيومرز اللي بتيجي في البون، وايه الديبوزيشن اللي يجي في البون. بس بنتكلم على البون بس. السيستماتيك باثولوجي ما بيدرس الديزيز بروسس، ولكن بيدرس الديزيز بروسس ان سبيسيفيك سيستم اور اورجان، فور اكزامبل لان كانسر. بس ده هتاخدوه في المديول الثالث. حضراتكم سرطان الرئه
وقبليها التهابات الرئه ان سبيسيفيك اورجان فسميناه سيستماتيك باثولوجي. اللي هناخد الموديول الاول عباره عن كل الجنرال باثولوجي، هناخد كل ديزيز بروسس ولكن مش سبيسيفيك في كل اورجان، لان حضراتكم كاركترز اوف ذا ديزيز. انتوا خدتوا اناتومي قبل كده؟ ما خدتوا جنرال؟ اما بنيجي حضراتكم نتكلم عن اي مصل، خدتوا مصل؟ خدتوا جنرال بتاع المصل؟ في ايتم لازم نفلفل في الكلام عن اي مصل. ايه الايتم اللي بناخدها في الكلام عن اي مصل؟ خدتوا المصل؟ ما خدتوش. اوريجين طالع منين؟ انسيرشن لازقه فين؟ الاكشن والنيرف سبلاي، صح كده؟ في اي مصل لازم نتكلم فيها عن هذه الايتم. الحلاوه في الباثولوجي ان احنا هنتكلم عن ايه؟ ديزيز. في اي ديزيز في ايتم لازم نفلفل. نمبر 1 ناخد حاجه اسمها الابيديميولوجي. الابيديميولوجي يعني الانسيدنس. هقول يعني ايه ابيديميولوجي دلوقتي. بعد كده نتكلم على حاجه اسمها ايتيولوجي. ايتيولوجي يعني سبب، يعني كوز. بس هتعرفوا ان الكوز ده حاجات كتير قوي، لان بعديها هنبدا نتكلم على الباثوجينيسيس، يعني ميكانيزم ازاي نبدا بالسبب نوصل لهذه الاعراض، ازاي زينا. This is pathogenesis، ميكانيزم بتاع الديزيز. هندرس بعد كده المورفولوجيكال والفانكشنال والكلينيكال تشينج، ان الحاجات دي تأذت هيبقى شكلها عامل ازاي من حيث الشكل عينينا او تحت الميكروسكوب. الفانكشن هيبريزنت ازاي، فبالتالي كلينيكلي العين يشتكي من ايه. لان بعد كده في اي ديزيز لازم نتكلم على الكومبليكيشن والسيكونس. يعني ايه كومبليكيشن؟ المضاعفات. لو احنا سيبنا المرض ده من غير ما نعالجه بدون تدخل مننا، هل المرض ده هيعمل ايه؟ This is complication and sequence. لان في النهايه في اي ديزيز لازم نتكلم على البروجنوزس. بروجنوزس يعني اوتكم، يعني مصير العيان لو احنا ما عالجناهوش ان جنرال يقتل ام لا يقتل. This is the prognosis بدون تدخل مننا. يعني فور اكزامبل وانتوا لسه مش فاهمين حاجه، لو قلت لكم واحد عنده انفلونزا وواحد تاني في نفس سني في نفس كل حاجه جاله لان كانسر، تعتقدوا مين مصيره احسن من التاني؟ وانتوا مش فاهمين يعني ايه انفلونزا ولا لان كانسر. ده كلمه prognosis يعني الاوتكم. لان اي ديزيز لازم نفلفل هذه الايتم. لان حضرتك اول ايتم ابيديميولوجي. يعني ايه ابيديميولوجي؟ نو اهدى. زمان سالوا دكتور حكيم، ده كان اول عميد مصري للقصر العيني رحمه الله عليه. كان حد يعرفه؟ انتوا في كليه الطب القصر العيني ومش عارفين اول عميد مصري للقصر العيني. حصل خير كليه الطب القصر العيني اللي ما يعرفش دي اعرق اللي مش بتاعها، اعرق كليه الطب في الشرق الاوسط. لان كليه الطب القصر العيني قبل كليه الطب بتاعه القدس اورشليم. فاحنا كنا زمان في السبعينيات بنحتل المراتب الاولى من حيث التعليم الطبي من مساعد ما جم مسكوها عمداء مصريين والكليه الوسط. لان زمان كان بيدرس الطب انجليز والمان. اول عميد مصر للقصر العيني كان اسمه علي باشا ابراهيم. حضراتكم سألوه زمان قالوا له ازاي انت دكتور شاطر، فقال لهم use your eye more and more، استخدم عينك قدر الامكان. use your hand when need، استخدم ايدك لما تكون محتاج تستخدم ايدك. and never use your tongue. انا نفسي في اولى يتلم، ما تتكلمش على طول، ما تبقاش خفيف، ما تتكلم. ابيديميولوجي وباء، ابيديميولوجي ايه ده؟ يا عم اهدى يا عم. لو انت عارف الابيديميولوجي جاي ايه؟ الابي كلمه ابي يعني فوق، خدتوا سافكس وبريفكس؟ ابي يعني فوق، ديمو يعني بوبيليشن. الابيديميولوجي هو the study of distribution and determinant of the disease in a special population. مش فاهم حاجه؟ افهمكم ببساطه خالص. اللي قدامكم دي خريطه بتبين لكم مرض، مش هتاخدوه الوقت خالص،
اسمه الزهايمر. تعرف الزهايمر؟ الزهايمر ده اسم عالم اللي ما يعرفش يعني. الزهايمر هو الخرق اللي بيحصل في العواجيز. شفت كده وراجل عجوز، كان راجل محترم ويعرف باثولوجي ويعرف كل حاجه، ويجي في اخر ايام يبدا يتبول على نفسه وما يعرفش يبلع الاكل وتبقى ايامه سودة وينسى ده جنس اسم امه. الابيديميولوجي بتاع الزهايمر، المناطق المصابه بالالزهايمر لو خدتوا بالكم مين اكتر مناطق فيها من القارات فيها كميه الزهايمر؟ ها اكثر حاجه فيها الزهايمر بيطلع عندكم هنا الارقام، في 46 مليون واحد او عندهم الزهايمر. النسبه الاعلى موجوده فين؟ في اسيا، في الجزء بتاع الصين واسيا كلها. اسيا بس ما لناش دعوه بالحته دي، الحته دي سو. يبقى ده اسمه ديستريبيوشن، ان هنا ده الابيديولوجي. اما جت كده هتعرف يبقى الزهايمر كومن ان ايش في مناطق الصين بالذات والمناطق دي. طب ليه تعتقد ليه الالزهايمر فيري كومن في الصين والحته دي؟ شاطر يا دكتور، لان دول بيعيشوا اعمار طويله فبالتالي بيصابوا بالالزهايمر. لكن عندنا في مصر والدول العره على راسها مصر، هل الانسان عمره الافتراضي طويل؟ ببساطه خالص هو خارج من هنا قطر يروح معدي عليه. فبالتالي مع تجميع الناس اللي ضعف في الصوره دول مش هيبقى فيه الزهايمر. الابيديميولوجي هو الستادي اوف ديستريبيوشن كتير فين اند ديتيرمين محددات اشمعنى المرض ده كتير هنا ومش كتير هنا. فهمتوا؟ يعني تاني نقطه بنتكلم عليها الايتيولوجي. يعني ايه ايتيولوجي؟ السبب. الايتيولوجي يعني الكوز. انتوا في عندكم الباثولوجي اما تخلصوا ان شاء الله، بس مش اما تخلصوا اولى وثانيه وثالثه، اما تخلصوا بوست جراد ام دي، في عندنا 4400 مجموعه من الامراض بنسبه 4000 مجموعه. حضراتكم الاكزاكت ايتيولوجي يعني السبب، يعني معناها ان المرض ما يحصلش الا بوجود هذا السبب، معروف في كم في المية من الـ 4400؟ 400 مرض. بقية الأمراض مش معروف سببها. لحد هذه اللحظة اللي بكلمكم فيها 2018 عكس ما أنتم متخيلين، معظم الديزيزز مش معروف سببها، وبالذات الديزيزز المهمة. عشان كده في التيومر في السرطان حد يعرف السبب؟ The exact etiology is unknown. اول مجموعه من الاسباب ممكن الديزيز تبقى معروفه السبب، ودي بنرجع لقسمها. هل السبب جينيتك؟ تعرف جينيتك؟ حد يعرف اكزامبل على جينيتك ديزيز؟ الدايابيتس ميليتس نون 100% جينيتك. شاطر. الالبينيزم، الانيميا جينيتك؟ اي نوع منها تقصد؟ بص بص بص، في امراض كتيره جينيتك وما تخافوش هندرسها لكم في السيستم، لكن في امراض المنجوليزم از نوت جينيتك از كونجينيت. هقول لكم الفرق بعد دقيقه واحده. الامراض ممكن يبقى لها سبب، والسبب لا اما جينيتك لا اما انفايرومنتال يعني اكواير. الحاجات اللي تاذينا في الطبيعه الانفكتيف ايجنت هناخدها بعد دقيقه واحده، زي البكتيريا والفيروس والكلام ده كله، الحاجات المعدية فاكشن يعني عدوى. ممكن تبقى كيميكال، لو جبنا واحد وصبينا عليه مية نار هيحصل له انجري، هيحصل له ديزيز. ممكن حضراتكم تبقى راديشن، تعرض لإشعاع، في أمراض بتحصل بسبب التعرض للإشعاع. ممكن حضراتكم تبقى ميكانيكال، لو واحد خبطته عربية هيجيله ديزيز، هيجيله تروما، ودي ممكن تموته لان انتوا ما تعرفوش المعلومه دي. ايه اشهر سبب؟ The leading cause of death in human being في البشر. MCA موتور كار اكسيدنت، حوادث العربيات هي اشهر سبب للوفاه في البني ادمين. اشهر من كل الامراض اللي تتخيلوها.
ممكن يبقى سبب المرض معروف وده لا جينيتك لا اكوايرد انفايرومنتال نون جينيتك، لان في امراض تانية اسبابها مالتي فاكتوريا. يعني ايه مالتي فاكتوريا؟ جينيتك ونون جينيتك في نفس الوقت انفايرومنت. مالتي فاكتوريا بتبقى اتنين، يبقى عنده استعداد وراثي بس لازم يحصل حاجه انفايرومنت. مين اشهر مرض كده؟ الدايابيتس. خدوا الدايابيتس؟ طالما انتم محسوبين قوي في الدايابيتس تبقى خدتوه. سمعتوا الدايابيتس؟ فكره. الدايابيتس ليه سموا الدايابيتس دايابيتس؟ يعني ايه كلمه دايابيتس؟ كلمه دايابيتس يعني ايه؟ انا مثلا دايابيتس على السكر؟ نو. دايابيتس يعني دايوريسس. تعرف ايه دايوريسس؟ ادرار للبول. واحد بينزل بول كتير، لان الدايابيتس نوعين، دايابيتس ميليتس ودايابيتس انسيبيتس. خدتوا الكلام ده؟ ميليتس يعني المسكر. زمان بتوع كلينيكال باثولوجي كان واحد يبقى عنده ادرار للبول فعاوز يعرف عنده ايه، كان يمسك شويه بول ويروح ضايقهم فيقول ده مرض البول السكري، او يمسك شويه بول ويدوقهم ويقول ده مرض البول اللي ملوش طعم. انسيبيتس يعني ملوش طعم. لا ده مشكله في الاي دي اتش. بس انتوا خدتوا اي دي اتش ولا حاجه؟ ممكن امراض تبقى مالتي فاكتوريا يعني جينيتك وانفايرومنتال. اشهرها الدايابيتس. نوع من الدايابيتس بيسموه حضراتكم تايب 2 دايابيتس، فما بنرضاش نديكم اكزامبل دلوقتي عشان انتوا لسه ما تعرفوش حاجه. يعني ممكن يبقى سبب الامراض معروف ودي جينيتك وانفايرومنتال. ممكن يبقى اكتر من سبب، يعني الجينيتك والانفايرومنتال مع بعض. هل التايب 2 دايابيتس از بيور جينيتك؟ نو. لكن في انفايرومنتال، لان واحد يبقى ابوه وامه عندهم سكر، جالهم سكر وهو ما يجلوش، لان مش هيريديتال من جينيتك، هو عنده جينه تعبانه لازم يحصل انفايرومنتال كوز يبوظها خالص، وده بيبقى انفكشن بكواكساكي بي فايروس. مش مهم، لان ممكن يبقى سبب الديزيز انون. يعني ايه انون؟ انون يعني برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني ديوباتي، مش عارفين سببه. طب حلو، معظم الامراض ايه بقى؟ كوز ولا مالتي فاكتوريال ولا انون؟ انون. طب احنا نسكت بقى، ما نغلسك عليكم. في الانون كوزز ديزيز، في الديوباتيك ديزيز، في المالتي فاكتوريال ديزيز، حضراتكم لازم نتكلم عن حاجتين. نقول المرض ده مشهور في مين؟ بيبقى عندنا حاجه اسمها ريسك فاكتور. احنا ما نعرفش الاكزاكت ايتيولوجي، لكن نعرف العوامل المساعده اللي تخلي المرض ده مشهور في ناس معينه. فممكن بيبقى فيه امراض مشهوره في سيرتين تريتس، خصائص محدده. فور اكزامبل، الناس اللي هم البلاد جروب بتاعهم ايه، في حاجه اسمها بلاد جروب ايه، خدوا البلاد جروبس، فصائل الدم في ايه وبي او واي بي، خدوا الكلام ده؟ سمعتوا عنها في الجرايد؟ الناس لقوا كده بالدراسه، الناس اللي بيجي لهم جاستريك كارسينوما كلهم بيبقوا بلاد جروب ايه، الناس اللي بيجي لهم ديدينال بيبتيك ألسر قرحه في الاثنى عشر بيبقوا بلاد جروب او. فور اكزامبل، في امراض مشهوره في ناس بخصائص معينه سيرتن تريت او اوكيوبيشن. فور اكزامبل، الناس اللي بيشتغلوا في مناجم الفحم، تعرفوا مناجم الفحم؟ بيتولدوا ويعيشوا جوه مناجم الفحم، بيستنشقوا كميه رهيبه من الفحم، هيجي لهم مرض اسمه نيموكونيوزس كول ماينر ديزيز. يبقى دي له علاقه بالاوكيوبيشن. ينفع واحد طبيعي يجيله كول ماينر ديزيز؟ لا، لازم يبقى بيشتغل في مناجم الفحم. او لها علاقه بالهابتس. هابتس فور اكزامبل، ايه اشهر هابت؟ ايه اشهر هابت اللي دلتين البشر بيعملوها؟ سموك. حد يعرف الاكزاكت ايتيولوجي بتاع كانسر لان؟ لا ما نعرفش الاكزاكت ايتيولوجي، ولكن نعرف اللي بيشربوا سجاير 99% منهم بيجيلهم سرطان الرئه. كده معناها ان السجاير هي الاكزاكت ايتيولوجي بتاع كانسر لانج؟ لا. لان الاكزاكت ايتيولوجي اوف كانسر لانج از انون ايديوباثيك.
برايمري انو، لكن لقيناها مشهوره في الناس اللي عندهم الهابت شرب السجاير. ايه كمان عندنا؟ كمان اذر ريسك فاكتور بتفاسيليتيت الديزيز، يعني ممكن السبب معروف ولكن مشهور ان ما يجيش في كل الناس. مش فاهم الوقت حضراتكم واحنا قاعدين وندي المثال عليه، مش احنا دخلنا فصل الشتاء؟ اول ما الناس بتخش فصل الشتاء بيجي لهم حضراتكم حاجه اسمها الكومن كولد. تعرف الكومن كولد؟ الانفلونزا. الانفلونزا از فايرال انفكشن. كل الناس دخلت في فصل الشتاء، ولا هل كلكم عاملين تبربروا؟ تعرف ايه تبربروا؟ منين؟ العراق. شاكو مكو. في الخليج العرب اسمها، في الخليج، في الخليج بيسموها سنسوم. في اليمن بيسموها مخاط. مخاط. في العراق ما زي الخليج. الأول عندهم بربور. انت منين يا حبيبي؟ البتاع اللي بينزل من مناخيرك اسمه ايه؟ بتروح واكله. المهم اللي باقي نسكر انا هوريكم اللي هقول الفصفه ريحه. الناس كلها فصل الشتاء الفيروس بينشر. هل كلكم جاي كومن كولد انفلونزا؟ اشمعنى؟ لان في ناس مناعتهم الانيت كويسه. اكتر حاجه بتتحكم في المناعه ايه؟ النيوتريشن. مش النيوتريشن اللي بتاكلوه الشيبس والكلام ده، مش نيوتريشن. الهاي بروتين هاي فيتامينز، اللحوم والفواكه. فالناس اللي هم مال نارش عرضه اكتر ان يجي لهم انفكشن، لان بيخفض الانيت اميونيتي، المناعه الطبيعيه بتاعتها. نستخلص من ذلك، هل الايتيولوجي معناها السبب كده على طول؟ الايتيولوجي ممكن يبقى كوز، ممكن يبقى مالتي فاكتوري، ممكن يبقى برايمري ايديوباثيك انون. ولو هو برايمري انون ايديوباثيك مش هنسكت، لازم نقول هو كومن في مين وايه العوامل المساعده اللي تفاسيليتيت ان هو يحصل. على فكره كل اللي بقوله ده مش مهم في الامتحان، بس عشان تفهموا البقاله. لان النقطه اللي بعديها بنتكلم على الباثو جينيسيس. كلمه باثو يعني ايه؟ ما لسه قايل لكم باثولوجي. باث مرض. مش لسه بقول لكم عليه باشا ابراهيم رحمه الله عليه يقول ما تتكلمش كده؟ اهدى شويه اما تعرف بس حاجه هسمعها ان شاء الله في المحاضره الثالثه. هسالك في اللي فات ده وبجاوب. باث يعني ديزيز، جينيسيس يعني ميكانيزم. الباثوجينيسيس هو الميكانيزم باي ويتش الايديولوجي اوبريت، السبب تو بروديوس الديزيز. مش فاهمين حاجه. هنبدا بالايديولوجي. فور اكزامبل اسمعوا عن مرض اسمه مرض السل. اسمه صح السل ولا السل؟ صح السل. اول بكتيريا اول بكتيريا اكتشفت عصويه تشبه سل النحل. تعرف السل بتاع النحل؟ الشوك. حضراتكم سموها بكتيريا السل لان تشبه بكتيريا تشبه سل النحل عصويه. حضراتكم هذا المرض، هذه البكتيريا هل هي توكسيك بتطلع سموم؟ نو. مرض السل ده بيموت بيقتل. مرض السل اللي هو بيسموه مرض الضرم لان بيعمل تيوبر بيسموه تيوبركلوز. هذا المرض البكتيريا امو تايب. مين يشغل مروحه؟ ارسلها يا حبيبي ارسلها. البكتيريا امو تايب ما بتتحركش. البكتيريا نون توكسيك. البكتيريا از نوت بروتيوليت. واللي بينزينا اقرب الناس لينا مين هو؟ الهايبر سينستيف فرط الحساسيه. محدش هيفهم الكلام ده الا لما ياخد الباثوجينيس. الباثوجينيسيس معناها ازاي ابدا بالاورجانيزم، ابدا بالايكولوجي لحد ما افهم ازاي الديزيز هيحصل. This is the pathogenesis. الميكانيزم باي ويتش ذا ايكولوجي اوبريت تو بروديوس ذا ديزيز. النقطة اللي بعد كده في أي ديزيز مورفولوجي. يعني إيه مورفولوجي؟ مورف يعني شكل. المورفولوجي
يعني معناها شكل الديزيز، لان الوحده البنائيه لاي مرض اسمه الليجن. يعني ايه ليجن؟ ليجن معناها الاستراكشر ابنورماليتي سين ان اورجان ان ديزيز. مش فاهم حاجه حضراتكم؟ احنا بنشخص ازاي؟ فور اكزامبل ان واحد عنده، بتوع الباثولوجي يشخصوا ازاي ان واحد عنده سل، هستخدم لفظ سل بس الصح هو سل ولا سل؟ سل. واحد عنده تيوبركلوزس، ان انا اشوف عنده البكتيريا دي في جسمه؟ لا، لان حضراتكم اي واحد منكم البكتيريا دي موجوده في جسمه، لان حضراتكم عشان تحصل لازم المرض يبقى فيه وحده بنائيه له. الوحده البنائيه لمرض السل اسمه تيوبركل، فالتيوبركل هي الليجن في السل، الوحده البنائيه في التيومر سكوبر سيل كارسينوما السل ناس ادي اتسترا اتسترا. انا ما عنديش اكزامبل دلوقتي. الليجن هو التغير في شكل التيشو او الاورجان في المرض الفلاني. ليس الليجن اشوف ورم، اشوف ماس، اشوف ألسر، اشوف تيوبركل ادي اتسترا اتسترا. لان ممكن اشوف الليجن ده حضرتك ازاي؟ لاما اشوف الجراس، تعرف عن الجراس؟ وذ نيكد اي بعناية، ولسه بدأت والناس اللي جايين من الأول، مين أدعم؟ النيكي داي ولا الميكروسكوب؟ النيكي داي. حضراتكم جراست، فابدأ أفحص الأورجن، لإما أفحصه سيرجيكال، تعرف عن سيرجيكال؟ يعني إيه جراح؟ سيرجيكال يعني هيجيبوا لي أنا بتاع الباثولوجي ورا، أبص عليه بعناية، ودي شغلة الباثولوجيست، طب يجيبوه يبص عليه بعناية ويعمل إيه؟ انفروزن ساكشن. لان ساعات كده انا بشتغل حاجه اسمها جينيكولوجيكال باثولوجي، يجيبوا لنا واحده ست عندها 12 بنت ويقول لك عندها ورم في مبيضها. تعرف المبيض؟ انا اول مره من 25 سنه اول مبيض في الاوفر في المبيض. عارفين يعني مبيض؟ طب عارفين يعني ست؟ حضراتكم عندها ورم في مبيضها، فيقولوا لي تعالى. اقول لهم ليه؟ ما طبعا مش بقول لهم ايه، انا بقول لكم انتوا ليه. يقولوا عشان تعمل لها فروزن سكشن. يعني ايه فروزن سكشن؟ يعني انا اروح ابص بعناية، لان انا لو قلت لهم الورم اللي عندها في المبيض ده حميد، يعرفوا يعني ايه اورام حميده؟ مش بوزيه، في حميده يعني ما تموتش. ساعتها علاجه ايه؟ يشيلوا لها الورم او المبيض وخلاص. طب لو انا قلت لهم ان دي خبيثه، الورم اللي عند الوليه دي اللي احنا فاتحين بطنها دلوقتي خبيث، ساعتها يشيلوا لها ايه؟ يشيلوا لها العفشه كلها، يشيلوا لها بوث اوفرز وتيوبس ويوترس وسيرفكس وكف فاجينا اند ميزن. معتمدين على مين؟ على عناية. سمبل، لان الجراس از مور اكيد. حضراتكم الجراس اكزامينيشن اللي بيعتمد عليه، ما ينفعش بعد ما اقول لهم ده حميد اقول لهم لا لقيته تحت الميكروسكوب خبيث، لان هيبقى الموضوع انتهى. هيلزقوا لها تاني ازاي؟ سمبل الجروس اكزامينيشن بنشوف التغيرات على مستوى الجروس، لاما السيرجيكال من عينات جايه من جراح او بوست مورتم. تعرف ايه بوست مورتم؟ بعد الوفاه. لان مين اللي بيشرح الجثث بعد الوفاة لمعرفة سبب الوفاة في غير شبهة جنائية؟ بتوع الباثولوجي، احنا بتوع الاناتومي، بتوع الاناتومي ما بيشرحوش، بتوع الاناتومي التشريح احنا بنبعت لهم الجثث اللي عندنا عرفنا سبب المرض ومفيش اهل يسألوا عليها عشان تقعدوا تقطعوا فيها وتلعبوا فيها. لكن اللي بيشرح الجثة لمعرفة سبب الوفاة غير شبهة جنائية، لو في شبهة جنائية ده اسمه ايه؟ فورنسيك باثولوجي. لأن الفورنسيك باثولوجي ده جزء من باثولوجي، لكن احنا مهمتنا نعرف واحد جه مات ليه؟ لان يكون حد قتله، لازم الاول اكسكلود الباثولوجي فابدا اشرح هل ده خطا طبي. فان شاء الله واحد فينا يموت عينين نسجنه ونطلع عينه عادي. يعني مين بقى اللي بينظره ان هو ده خطا طبي؟ احنا الباثولوجي معرفه التغيرات بعنينا سواء كانت سيرجيكال او بوست مورتم، جايبينها من عمليه او واحد ميت. لان ممكن نستخدم مايكروسكوب سواء لايت او الكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب ضوء،
الكترون الكترون. والدليل بس بقى هوريكم شويه صور مش هتبقوا فاهمين منها حاجه. ويكش حد يقول لي ده ايه مهما اقول ده ايه ما اعرفش تعرف حاجه. ادي واحد عنده تيومر طالع له في الرقبه، واحد عنده تيومر طالع له في الرقبه. انا اللي يهمني شايفين الليجن شايفين الماس دي الماس ده بيناير ولا مليك؟ نعم بيناير ولا مليك؟ معرفش ايه. المهم شايفين الليجن اللي انا اقصده اللي شايف الشاشه اللي فوق دي فيها صوره هنا فهنا زي هنا والله. فين الليجن؟ هل البتاع البيضه دي هي الليجن؟ لا لا. طب امال ايه دي يا بتوعونا؟ لا صح كويسين. دي الاي سي جي الكترود الحاجه اللي بيعملوا بيها اي سي جي. الليجن اهو شايفينه؟ حته البتاع الحمراء هشاور بالماوس ده اسمه ليجن. على مستواكم ماس كالكوع ورا. وادي واحد اهو شايفين المنظر عامل ازاي؟ حلو ده ماس تيوم بينار ولا بيجنن؟ نفسي الفو بتعتزل ما بتلموش مره تلات دقايق يقول لك بينار مالك بعد كده ما هتعرفوا معايا دي مش تيومر خالص. بيجوها طبيعي يعني تمام. انا دلوقتي بوريك ايه؟ وادي ده تيومر شالوه من مبيض واحده ست. اللهم اني اعوذ بك من الخبز والفلوس. وده تيومر شالوه من واحده ست. على فكره العمليه دي انا كنت الباثولوجيست بتاع الفروزن بتاعها. وده ما كانش وزنه كبير قوي. ده كان وزن هذا التيومر حضراتكم 112 كيلو. دي فردة منه. ده كان طالع. انا بتعامل بقى مع عمليه اطفال بقى. كان طالع بايلاترال يعني في التو مبايض. اوبرس. انا هنسى الانجليزي. حضراتكم اتكتب الكتب ان بيوصل وزنه 146 كيلو. بينار ولا مريكا؟ بينار ولا مريكا؟ ما نعرفش. ده ليه؟ على مستواكم الوقت في اول كلمه ده ماس. شكرا. وادي دي واحده عندها ماس، حد شايف الماس؟ بينار ولا مريكا؟ ده مش نمر خالص. الوليد دي عندها فرار. اقعد ساكت. وادي ده ليجن. انا عاوز بس عينيه. الباثولوجي يفهم ولا يحفظ. شوف انا بوريكم صور قد ايه؟ بس انا اسف انا ما بقولكوش كده. انت كنت بوريهم الكلام ده وكانوا بيتضايقوا. لكن دول الحمد لله بتصفروا وسعداء. ماشي يا رائع. الوقت الدهشه راح. تعرفوا ليه؟ لا ده الصوره دي جروس ولا مايكروسكوب؟ في الابنورماليتي طبعا عشان انتوا ما تعرفوش النورمال. لما لقيته واحد وشه واقع في الطبق عرفتوا ان دي حاجه غريبه. لكن دي انتوا مش فاهمين حاجه. فولا حد صفر ولا فتح بوق. لكن ان شاء الله لما هتتعلموا هتعرفوا ان دي ويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوم. انا بكلم نفسي مالكوش دعوه. لان دي شكلها انتوا شفتوها في دقيقه واحده. وادي الصوره اللي قدامكم جروس ولا مايكروسكوب؟ لايت ولا الكترون؟ الكترون. اجيب عصايه معايا اليوم ده ولا ايه؟ دي لايت ضوئي. احنا لسه هنسال ضوئي لايت ولا الكترون؟ الكترون. انا اسود وابيض. اللايت اللايت مايكروسكوب بيستخدم صفحتين. الالكترون بيستخدم مين هيتكلم؟ بيستخدم هيفي ميتال عشان ما تعديش النور.
اسمها الكترون دنس والكترون رير. مهم الصوره اللي قدامكم دي لايت ولا الكترون؟ الكترون. لان على مستواكم الالكترون مايكروسكوب ابيض واسود، الازرق واحمر. حلو خالص. ما قبل الاخير في اي مرض، بس نعيد عشان التكرار بيعلم الشطار، في اي مرض لازم نتكلم على ابيديميولوجي، ايتيولوجي، باثوجينيسيس، مورفولوجي. خمسه نتكلم على الكومبليكيشن اند سيكوينس. يعني ايه كومبليكيشن اند سيكوينس؟ المضاعفات. الكومبليكيشن او السيكوينس ممكن الديزيز ما يموتش بيرسي، تعرف كلمه بيرسي؟ في حد ذاته بتبقى انجليزيه. انتوا عيال ثانويه عامه صح؟ في حد صنايع ولا حاجه؟ زي ما التعاون الباقي اللي جنبينا دول. حضراتكم الديزيز بيرسي ممكن ما يبقاش قاتل، لكن السكندري افكت الثانويات بتاعته قاتله. اديني اكزامبل عشان افهم. الصوره اللي قدامكم دي، ده كان واحد عنده حضرتك تيومر، التيومر طالع له من اللارج انتستين، فعمل اوبستراكشن. لو عملت اكيد انسان اوبستراكشن دي قاتله في خلال 6 ساعات. الاكيود انسان اوبستراكشن از فيتال ودين 6 اورز. واحد طالع له تيومر مالجنان في صباع رجله الصغير، ده يموت؟ لا. يموت لان ممكن يبعت ديستنت سايت، يبعت للمخ، يبعت للمخ فيموت. الكومبليكيشن او السيكوينس ان الديزيز بيبقى له سكندري افكت، فور اكزامبل سبريد اوف انفكشن تو ديستنت سايت، سبريد اوف مالجنان تيومر تو ديستنت سايت، او ان التيومر بيرسي من غير ما يسبريد ينتشر يؤدي الى اوبستراكشن اوف فولو اورجان، زي الراجل اللي قدامكم ده ومات فروم اكيوت انسان اوبستراكشن. اخر نقطه في اي ديزيز هنتكلم على البروجنوزس. يعني ايه البروجنوزس؟ المصير ان جنرال. لو سيبنا المرض ده من غير ما نتدخل جراحيا او دوائيا، مصير العيان حلو ولا وحش؟ ايه اللي وحش؟ على حسب. شديده اكزامبل ماشي. البروجنوزس يوجوال ديسكرايب الويل نون فيت بشرط اف ذا ديزيز از الاو تو فولو اتس ناتشرال كورس، يسيبه من غير تدخل جراحي. ان جنرال لو واحد عنده انفلونزا وواحد عنده سرطان رئه، استخدم نفس الالفاظ اللي قلتها والاثنين ما عالجناهمش، مين مصيره احسن من مين؟ فاهمين؟ لان في اي مرض لازم تعرف ان مصيره هيبقى ايه، لان في معظم الاحيان المصير بيتغير بالتدخل الجراحي او الدوائي. ولكن في حد النهارده انواع من الديزيز مصيرها زي الزفت. فور اكزامبل لو واحد جاله ماسيف سيريبرال هيمر، ماسيف يعني كتير، سيريبرال يعني مخ، هيمورج يعني نزيف، مصيره ايه؟ هيموت. لو واحد جاله هيموبروتينيوم، هيم يعني دم، بروتينيوم الغشاء البريتوني، مصيره ايه؟ يموت. واحد جاله لايفوما، لايفوما ده ورم دهني، مصيره ايه؟ ولا حاجه. سيمبلي اما هتيجي تعرف المرض انا هقول لك ده مصيره ايه. تبقى انت شايف الانسان وعارف ان نهايته زي الزفت، لان في امراض حضراتكم مصيرها باد وامراض مصيرها جود بشرط من غير تدخل. لان لو واحد عنده سرطان رئه واكتشفناه بدري فساعتها مصيره يبقى ايه؟ حلو. لكن شرط ان اقول مصير ده حلو او وحش وضغط سيرجيكال او ميديكال انترفنشن. مفهوم؟ أما نيجي إن شاء الله لأن ده بيتغير من تدخلنا الجراحي أو الدوائي. فور إكزامبل أدي اللي قدامكم دي واحدة ست. طبعًا خلي بالكم أنا دكتور باثولوجي، فهجيب لكم إيه؟ صور أمراض. الأمراض في كل حتة. وإيه أشهر سرطان بيصيب السيدات؟ البريست كارسينوما، كان سرطان الثدي. إيه أشهر سرطان بيجي في الرجال؟ البرونكال كارسينوما سرطان الرئه. ايه اشهر سرطان في الرجاله؟ العواجيز.
البروستيت اي راجل لو فضل راجل بقى سنه فوق ال 100 سنه لازم يجيله سرطان بروستات لازم. ايه اشهر سرطان في بني ادمين؟ مش كان عارفين يعني بني ادمين؟ يعني رجاله ستات كبار صغيرين كولو قولو تعرف القولو؟ سبحان الله. ايه اشهر سرطان في العيال الصغيرين؟ ليوكيميا سرطان الدم الابيض. ايه اشهر سرطان في البروستيتيوت؟ تعرف عليه بروستيتيوت؟ الداعرات سيرفيس. ايه اشهر سرطان في الفلاحين المصريين؟ سرطان البلادة مش بالعرزيز بالعرزيز بالسرطان. And common things are common. اللي قدامكم دي واحدة ست عندها ايه؟ ده سرطان ست. سرطان الثدي ان جنرال رفع الجدره بشكل عام مصيره حلو ولا وحش زي الزيت. فبالتالي الصور دي متاخده للست وادي الست دلوقتي ميته واتاسف عن بشاعه الصور اللي بوريها. انا دكتور بفهم احط صور ايه؟ اطلع الست بسرطان ثدي واروح اعمل لكم علامه الفيونكه بتاع كانسر بريست. لان يحكى في قديم الزمان كنت بدي زمان اسنان بطلت. عارفين اسنان؟ ايوه انتوا ما تفرق يعني انتوا حصل فيه ده عنده اسنان دول احباب الله. فبرضه جم وشرحت لهم. فجت لي واحده بعد ما خلصت الكورس خالص قالت لي بارك الله فيك ما تلاقي حد يمدحك ايه لا بارك الله فيك وصراحه فهمنا قفلهم كل حاجه ولكن حضرتك نصيحه اقولها لك. قلت لها يعني ربنا يكرم ابعت لي رساله مش كلام. النصيحه ايه؟ بتقول لي حضرتك بتحط لنا صور 6 صور 6 ايه اللي بحطها؟ وانا بعرف الرساله بعرف حضرتك بعرف حضرتك ما تورينيش الصور دي. بتقوم اسنان عيب زياده العيب ومن اهل العيب ليس بعيب اما من بشري مش عيب. فاهمين؟ الجراحين زمان عندنا كانوا بيتعقموا مرضى يلعب بطبوسه كده ويتعقم ويمشي في الطور. تعال هنا لازم دور الدكتور دكاتره بشري ولا اسنان؟ لو انتوا اسنان انا ممكن ما اجيبش الصور دي خالص. حد بيتضايق من هذه الصور؟ هل الصور دي صور الادب؟ يبقى انتوا شغالين في الادب بس. وده بغض النظر عن ولد وبنت. لا حياة في الدين لا حياة في العلم لا حياة في البصمصور نوع البصمصور اللي دول عندهم مؤشر. أتأسف عن هذه الصور اللي تنسي مشاعركم معيار ريفاير يعني زواجات حصل فيه. الجزء الأخير في هذه المقدمة اللي مش مهمة في الامتحان ولكن للفهم الـ General Classification of Disease. هنمشي ازاي في الجزء بتاع الـ General؟ هنمشي على حسب الباثوجينيسيس على حسب الميكانيزم. فهنقسم الأمراض لنوعين كبار يا إما Congenital. يعني كلمة Congenital خلقية وليست خلقية. عارفين يعني خلقية؟ لكن خلقية مشكلة أثناء التكوين دي معناها اسمها خلقية. لأن هذه الخلقية كونجينيت لإما تبقى جينيتك. يعني جينيتك يعني انهيرت يعني لخبطة جينز معينة وتبقى متوارثة فيقولوا عليها انهيرت جينيتك أو تعرف مرض خلقي جينيتك. مرض خلقي جينيتك الالبينيزم زي ما الراجل بيقول الالبينيزم الداون مش جينيتك. الداون المشكله كلها بتبقى لخبطه حصلت في الام. ايه اللي بيتحكم ان الست يجي لها داون عيانه ولا ما يجيلهاش؟ عمر الام. كل ما الست ان الست مش لازم كل مرض كونجنيتال يبقى جينيتك ويتوارث. فاهمين اللي انا بقوله؟ لان الكونجنيتال الخلف فور اكزامبل في ناس بيتولدوا عندهم هير ليب. تعرف عن هير ليب؟ شبه النبي. الواد ده لما يكبر ويتجوز
هل عياله هيطلع عندهم شفاء عربية؟ لا، لأن المشكلة كلها أن الأم بتتعرض لحاجة معينة أثناء الحمل ملهاش علاقة بالجينات. This is congenital non-genetic. لكن في أمراض congenital genetic زي الألبينيزم اللي أنت عارف. لأن في مجموعة تانية من الأمراض acquired. تعرف إيه acquired؟ يعني مكتسبة. يعني حصلت بعد ما الإنسان اتكون. زي الإنفلاميشن. الشابتر اللي هناخده رقم 3. زي هيمودايناميك لخبطه في البلاد فلو زي الانفاكشن اللي هناخدها ان شاء الله. ممكن تبقى جروس ديس اوردر. الجروس ديس اوردر اللي انتوا ما تعرفوش التيومر، لان بلغه الباثولوجي التيومر دي خلايا الجنين وبدات تبروليفريت. احنا نورمال خلايا جسمنا بتبروليفريت ولا بتبروليفريت؟ نورمال. جسم الانسان ده ستاتيك ولا دايناميك؟ يعني دايناميك بيتكسر ويتكون. جسم الانسان دايناميك. يعني احنا نورمال خلايا بتبروليفريت وبتجرو ولا مش بتبروليفريت وجرو؟ حيل لو واحده منهم بتجننت اي خليه في جسم even the beating heart القلب النابض المخ هيتكون تيوم. فدي اسمها بروسس اور. ده تشابتر اسمه نيوديزا. انا في لخبطه في الاميونيتي، لان المفروض الاميونيتي تساعدنا تحمينا ولا تاذينا؟ لو في ديسوردر في الاميونيتي اسمها الهايبر سنسيتيفيتي، فرط الحساسيه زي ما هشرح. في مجموعه من الامراض بتبقى ميتابوليك وديجنراتيف، ودي مش هنهتم بيها قوي، لان الميتابوليك والديجنراتيف موستلي تخدوها فين؟ بايو كيمستري. لكن هنقول اساميهم بس. اوكي، الجزء الوسخ من هذه المحاضره الجد. انا مش عارف على الكومنت خالص، انا هحط الجدول كده عشان حضراتكم تعرفوه، وهنزله على السايت عندي على الصفحه صفحه فيسبوك دكتور فيصل باثولوجي، وهو شيروها مع بعض. هحط الجدول كالاتي عشان احنا نخلص بعد ما قلت الكلمتين دول. نمبر 1 محتاجين 5 لاين بير دي. الجدول المبدئي لحد ما الناس تغير، لان الجدول ده تبقى حصه واعاده، يعني هديكم في الاسبوع 10 حصص بس كل واحد اكيد بالمخ يحضر كام؟ 5. هذا مرار. الجدول المبدئي لحد ما نلاقي الاغلبيه عاوزه تغير. ازاي؟ ما حدش اتكلم معايا، معنا سيستم. بهذه الطريقه الحصه الاوليه يوم السبت. معنى زي ما انت حامز يا حبيبي، مش انت اللي بتقول الاغلبيه، ما لسه بقول ساتردي في معاد من 7 ل 9 والإعاد من 10 ل 12. ده مبدئي، ولكن الفيكسد كم حصة في الأسبوع؟ 5. عشان نخلص امتى؟ من 2 ل 7 12. امتحانكم امتى؟ سوري، 2 ل 7 12. معادكم امتى؟ 1 12 1 يوم. هنزله لكم، هنزله لكم يعني اللي عاوز صوره صوره، بس ده مبدئي. بس مبدئيا هنتبع على المواعيد الجايه في الاسبوع ده، لان مش هنمشي ملي على الجدول في هذا الاسبوع. عندنا الحصه الثانيه مبدئيا يوم الحد من 7 ل 9 والاعاده من 10 ل 12. يوم الاثنين مبدئيا من 7 ل 9 7 9 دي فيكسر، والإعادة من 11 ل 1. يوم الثلاث طبعا الثابت مين؟ 7 ل 9 والإعادة 9 ل 12. يوم الأربع الثابت مين؟ 7 ل 9 والإعادة 11 ل 1. يا حبيبي دلوقتي انا مش هخش في تفاصيل الجد اللي انت عاوزه بيه اسيستنت بره اقرع كده وفاضي خالص، اقعد اتكلم معاه زي ما انت عارف. ومش انت لوحدك، لو انت لوحدك ولا هيسمع كلامك. الاغلبيه بعد ما يعرفوا الاول الجدول مبدئيا الاسبوع ده الميعاد اللي انا بس هتكلم عليه. احنا عندنا الاسبوع ده فاضل فيه يوم ايه؟ النهارده الاربع، النهارده الاربع، النهارده الثلاث، الميعاد بتاع الاربع
سبعة الكسر والإعادة من 11 لواحد في أغلبية مش موافقين عليه. لو هيك واحد يقول أنا عندي مش عارف، أنا مش فاضي، مانيش مزاج، وأنا من أمي خلاص عامله إيه؟ المعاد. نعم. انت بيناسبك سبعة تسعة؟ بيناسبك سبعة تسعة؟ ما بيناسبكش؟ خلاص يا دكتور. اعمل ايه طيب؟ مش هخش في التفاصيل. الميعاد بتاع بكره سبعة تسعة. والإعادة من الساعة 11 للساعة 1. اللي معترض عليه يرفع ايديه. واحد.